وهذا بقودنا لسؤال مهم اللي هو حتمية الطوفان. إذا ممكن تشرح لنا عنه. طبعا الطوفان كان عمل عالمي ضخم جدا، وكانت مياه بتغطي كل الأرض، والرب حدد إيه الحاجات اللي هيقضي عليها. هو يقضي على الإنسان اللي هو خارج الفلك، هيقضي على دبابات الأرض، هيقضي على طيور السماء، هيأثر على الأرض نفسها، طبقات الأرض هتتغير، قشرة الأرض هتتغير. عشان كده الطوفان طوفان عالمي، وده اللي بيؤكده الكتاب المقدس.